السلام عليكم، مرحبا بكم معي في الفيديو. نشرح لكم فيه طريقة ديال ديكوداج وضبط إعدادات ديال موديم أورانج هواوي موديل E5832. هو هذا اللي كيبان لكم في التصويرة. أول حاجة برونشيوه مع البي سي بالكابل يو اس بي ونستاليو الابليكاسيون ديالو. وهذا هو عطانا انستالاسيون اوتوماتيك. نيكست اغري انستال. فينيش. من بعد ما تصطلى غادي نمشيو نتكونيكطاو الواي فاي ديالو. وهذا اورانج المود باس ديال الواي فاي، غادي تلقاوه تحت الباتري. نزولو الباتري ديال الموديم وغيبان لكم المود باس ديال الواي فاي. بالنسبة لهذا المود باس ديال الواي فاي ديالي 90 99. بعد غنجيو نديماريو هاد ليكون لي تزاد لنا هنا فاش طالينا لوجيسيال ديالو. واش راه صفتنا لعند لاباج الكونفيغوراسيون. مثلا نختارو فرونسي. دابا هنا كيطلب لنا مود باس، ديرو ادمين. كما كيبان لكم هنا كيطلب لنا الكود ديال الديكوداج ديال الموديل. عندنا ثلاثة المحاولات، خصنا نديرو هنا الكود ديال الديكوداج. الكود ديال الديكوداج غنمشيو نجيبوه من هنا ديال هواوي كود كالكيلاتور اونلاين. هنا كيطلب منا نتكونيكطاو بحساب جوجل بلس. نتكونيكطاو كتكونيكطاو بحساب جوجل بلس ديالكم. جوجل بلس يعني جيميل. دخل سميه مود باس وكدير واحد لايك جيم هذا ديالهم. من بعد كيعطيك هنا كيقولك دخلنا لادريس، عطيني لادريس ايمي والموديل. والموديل كالكيل. هنا كيخص دير واحد لايك جيم. غي كدير جيم كيعطيك الكودات هنا. دابا هنا هذا هو الكود الجديد، هذا كود قديم ديال الموديل قديم، وهذا الكود ديال الفلاش. كاين بعض المرات فاش كتجي تفلاشي كيقولك عطيني الكود ديال الفلاش. حنا خصنا هذا الكود. نرجع نتكونيكتا دابا الموديم. نمشيو لاباج ديال الموديم نراها هي هادي. نديرو اكتيفيزي. كنا ادمين. نديرو هنا كوليو الكود اللي جبنا ابليكي. ودابا راه ديكونيكت راه قبل الكود الموديم تصرو ديمارا.
تسنى واحد شويه غادي يرجع يشعل وغيبان لكم بلي هاد الميساج هذا غادي يمشي. هاو دا ديكونيكتا. نتسناو على ما يطلع لنا الريزو ديالو. هو عطى لينا في الفيشور ديال الموديم، عطى لنا الريزو ديال الاتصالات. كونيكتا ادمين كما كيبان لكم. شوفوا الفوق، ها هي بانت، هي تزت هنا ايام، او طلع هنا الريزو ايام، ها هي تروج، او صافي سولنا الميساج يعني الموديل بالتيكودا. وهكا كنكونو سالينا الشرح ديالنا. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاج، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.